يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني وينورني في هذه الفقره واحده من افضل الحكام المصريات، ربما تكون هي الافضل بين الحكام المصريات، الحكمه الدوليه كابتن منى عطله. يا كابتن منى مشرفه ومنوره، ميرسي، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله، انا سعيد ان انت معايا للمره الثانيه. انا كمان ده طبعا، شرف كبير ليا. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد اخر لله. مره كنا فيها مثلا كان من 3 سنين، ايوه بالظبط، كناش لسه حكمنا مباراه رجاله، صح؟ ايوه بالظبط، صح. رحنا بقى بعد كده حكمنا مباراه رجال. صح. السنه دي في حاجه عظيمه جدا، احنا شفناكي في كاس الرابطه، شفناكي في مباراه، احكي لي الموضوع ده جه ازاي، حصل ايه، ايه التطور اللي حصل عظيم يعني في الفكر ان يخلينا نوصل لمرحله ان انت تحكمي مباراه للرجال؟ بص، هو التطور في الفكر ده يعني طبعا يرجع للمسؤولين. احنا بنجتهد زي ما بنجتهد، ماشيين على نفس النهج بتاعنا طول السنين يعني، عظيم. وكنا مستنيين بقى الفرصه يعني، فهم ادونا الفرصه دي. خدت الفرصه؟ لما خدت الفرصه والله الحمد لله يعني، احنا عملنا ماتش كويس قوي كان مباراة ايه؟ ونجحنا فيه، كان المصري وويسترن كومباني. ويسترن كومباني، فعملنا ماتش حلو ونجحنا فيه. انا بالنسبه لي هو سهل، هو مش صعب يعني، انت كان بالنسبه لك سهل؟ الفكره بس الناس يعني، هم يعني الناس بس اللي مستغربه عشان مش متعودين ان يبقى في طقم نسائي بيحكم، صحيح. لكن كتحكيم هو سهل جدا سهل جدا جدا. كلاعبين بقى في الملعب كانوا بيتعاونوا معاكي، كانوا بيساعدوكي، كانوا بيحاولوا يدعموكي، ما هو في حاجات انت بتحسيها كده بالتفاصيل يعني؟ لا، هي اللعيبه في الملعب ما كانش في اي اعتراضات بينهم، بالعكس هم كانوا بيتقبلوا القرارات عادي خالص. احنا ما كناش حاسين ان في مشكله، ولا هم حاسين ان احنا يعني طاقم تحكيم نسائي مختلف عن طاقم يعني تحكيم في الرجال. اختلاف بيننا وبين الرجاله. لا بالعكس، القرارات اللي بناخدها هم ما بيعترضوش عليها، لا هم ولا المدربين. الماتش كان ماشي كويس جدا قبل يعني. المباراه دي كنت حكمت مباريات رجال اخرى في حكمنا في كاس الدرجات الثانيه؟ مصر وحكمنا في الممتاز ب كاس مصر كانت مباراه بس ايه؟ هي المشكله ان احنا كل قولي. فتره ناخد ماتش ونقعد شويه مش عليه يعني، كتير. ناخد طب يعني ليه بقى؟ ما فيش ورا بعض يعني، ما ليه؟ فيش، ما اعرفش يعني ليه دي، انا مش عارفه. سالتي؟ مش اعترضتي انا يعني، شوفي السؤال بقوله لك ازاي، سالتي يعني قلت مثلا هو انا ليه ما باخدش؟ سالنا طبعا كتير، او انا بالنسبه لي انا كمنى عطله سالت، انا من 98 بحكم يعني. صح. من كام؟ تخيل بقى، بسال من امتى؟ من كام؟ من 98. من 98، انا دفعه 98، اول دفعه حكمات في مصر. انت اقدم حكم دولي نسائي في مصر، صح كده؟ انا كان ليا الشرف ان انا حكمت مع كابتن جمال الغندور قبل ما يبطل يعني. كمان فتخيل بقى انا خدت كام جيل يعني. يعني المفروض يعني المفروض دلوقتي اخد مستريح يعني، اخد ماتشات رجال مستريح، المفروض مش محتاجه بالظبط، مش محتاجه مباراه كده. طيب ليه مباراه وكده؟ لما سالتي يعني الاجابه كانت ايه؟ معرفش يعني، يعني انت قلتي سالتي، اتقال لك الاجابه ايه؟ هنديكوا، هناخد، اصل في ناس معترضه، اصل في ناس مش عارفه ايه، معترضه ايه؟ معترضين ان البنات تحكم. انديه يعني؟ لا مش انديه، ناس في الاتحاد، مش في الانديه، اللجنه، رؤساء اللجان. انت برضو بيتغير عليك كذا رئيس لجنه، فكل رئيس لجنه بيجي بفكر معين، فهي بس دي كابتن المشكله. عصام عبد الفتاح اللي اداكوا، اللي هو موجود دلوقتي ادانا كابتن جمال، ادانا، بس هي الفكره ان ما بيتكررش ده بقى ليه؟ راجع ليهم، راجع للاتحاد نفسه مثلا، راجع لايه؟ دي حاجه هم المفروض يتسالوا فيها، لان احنا متاخرين قوي في الموضوع ده عن دول شمال افريقيا. هو برضو يعني حاجه غريبه، انا لو هديكي ماتش ده معناه ان انا واثق فيكي، واثق في شغلك، طبعا وبالتالي اقدر اديكي بعد كده كتير، ما طبعا يبقاش ماتش واحد. ده المفروض ده يعني، ده المفروض. المفروض. طيب، ولا هو كان بيديكوا مثلا عشان شو يبقى ممكن يكون شو كده شو؟ وخلاص. انا بعتبرها كده، انا بالنسبه لي كمان عطله معتبرها كده، لان الواحد لو على سنين خبرته وعلى تاريخه، لا يلعب مرتاح كمان. طب معلش، انا ممكن اضايقك شويه بالاسئله، لا معلش. أبداً. هل مثلا جه حد في لجنه التحكيم قبل كده قال لك معلش طب انت مستواكي مش كبير، طب انت عندك مشاكل، طب انت محتاجه تحسني حاجه عشان تلعبي مباريات اكتر؟ ما انا لو مش بديكي مباريات، هاجي اقول لك بصي انا مش بديكي عشان خاطر انت ناقصك حاجات طوريها وتعالي. تمام. بص انا هقول لك، هو احنا في المجال بتاعنا، او الحكم، او في المجال التحكيم، احنا بنفضل نتعلم لغايه ما نخلص، بنفضل نتعلم، حتى القانون نفسه بيتعدل، فبنفضل نتعلم. مفيش مشكله خالص ان انا حد يجي يقول لي عندي كذا طوري. صح. بس انا عايزه اقول لك ان انا في مجالي، او في التحكيم النسائي، او انا واصله لغايه لعبت كاس عالم ولعبت اولمبياد وامم افريقيا، فاكيد مستواي يعني لو في حاجه
ممكن تبقى حاجه بسيطه، لو في كومنت من مراقب مثلا عليا في ماتش هيبقى كومنت بسيط يقدر ان هو يتعدل عادي، احنا كلنا بنغلط اللي هو زي الحكام الرجاله ما بيغلطوا، اعظم حكام في العالم بيغلطوا بالظبط، لكن مش هيبقى الكومنت اللي ما يخليكش تلعب مثلا يعني في المستوى ده اكيد لا. يعني فاللي هو انا حكم جامد يا جماعه، يعني انا حكم جامد مش عشان اقول على نفسي ان انا حكم جامد، انا حكم جامد عشان انا لعبت كذا وكذا 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 بالسنين يعني حتى يعني بالخبره. انت لو جبت حد وقعدت تشرح له مثلا حاجه وقعدت تفهمه هيفهم، في تراكم لو قعدت تعيد وتزيد معاه هيفهم، في تراكم خبرات كبيره. انا 18 سنه قايمه دوليه. طب انت في القايمه الدوليه دلوقتي يعني بتحكمي مباريات بره مصر؟ بتحكمي مباريات كتير؟ لا مش كتير. ليه؟ برضو مش عارفه يعني انا نفسي انا افهم هنا ان انت ممكن يكون مثلا ايه فضلوا حكام رجال عليك، وده مش صح يعني، مش بايده يعني. أيوة. بس افهمه، لكن انت بره المفروض تحكمي عشان انت بتمثلينا يعني، فاديكي. ما هو انا كنت بمثل مصر فعلا لغايه ما مسك كابتن عصام فتح، لغايه ما بقى هو ماسك في الكاف وماسك مسؤول شمال افريقيا. انا مستوايا ما بقاش هو اللي انا عليه. ليه بقى؟ يعني ليه بقى انا بساله نفسه ليه؟ يعني انا حتى قدمت شكوى لاتحاد الكوره. قبل ما تكملي، قبل ما تخش على الشكوى، انا اصل الحوار ده كان بالنسبه لي كان حوار ايه اللي هو هيبقى لطيف، وانت بتحكمي وانت مبسوطه ده تصوري يعني. انا مبسوطه طبعا اللي يعني انا وصلت له، محدش هيقدر يخليني ما بقاش مبسوطه. انا عملت تاريخ. انا اقصد ان كنا نتكلم على حاجات مساحه، بس انت دلوقتي بتفاجئيني يعني، بتفاجئيني بحاجات المفروض يعني بيبقى عندي حكمه كبيره زي ديت اديها اكبر مساحه ممكنه. فانت بتقولي ان الكابتن عصام لما موجود في اتحاد افريقيا ما بقاش يديك، ده هي فرصه وده واقع، مش انا ما بقولش حاجه مش موجوده يعني. طيب وكنت بتقولي في شكوى. انا بالفعل قدمت شكوى لاتحاد الكوره ان انا محتاجه حد يجاوبني على السؤال ده. انا اسئله بقى، لا اسئله كتير وحطيت نقط كتير قوي، يمكن يعني عناوين كده الحاجات انا متضرره منها جدا يعني، ومستنيه رد بقى اتحاد الكوره عليا. ايه اللي انت قدمتيه لاتحاد الكوره وقلت له انا متضرره منه؟ اولا انا متضرره ان انا يعني انا لغايه 2018 كنت في امم افريقيا، 2016 اخر كاس عالم رحته يعني لغايه فتره قريبه، بعد كده ما بقتش، اولا ما ترشحتش كاس عالم، ده وجهه نظر بقى كابتن عصام لان هو اللي بيرشح، هو اللي كان وقتها هو المسؤول، هو اللي بيرشح، ما رشحنيش. ما عنديش مشكله. اوكي في ماتشات واحده هنكمل الباقي، بس نمشي واحده واحده ونخلصها. تمام. ليه ما ترشحتيش؟ ما هو بقى دي يتسال فيها برضو هو. مش طب هل في حد تاني ترشح؟ في حد ترشح من مصر. احسن منك؟ هو مش حكايه احسن، هو حد جديد، انا اقدم وانا أوكي. موجوده. اوكي. فهو رشح حد يعني رشح حكمه زميله كان بقى لها سنه او سنتين بس في القايمه، دي وجهه نظره. انا ما اعرفش هي مبنيه على ايه، بس اوكي. بعد كده الماتشات بلاقي، انا بتكلم بقى ايه على المستوى الدولي يعني. بلاقي زمايلي في تونس في المغرب بياخدوا ماتشات دوليه رجاله، وانا ما باخدش. زمايلي دول يعني اجدد مني. يعني التوانسه والمغاربه اصحابي دول والجزائريين اجدد مني في يعني في القوائم بتاعتهم، انا قديمه جدا. انا مش موجوده. طب يا كابتن انا مش موجوده ليه؟ انا ليه ما باخدش زيهم كده؟ قال لي اصل انت مش مرشحه كاس عالم. طب انا مش مرشحه كاس عالم، ده مش ذنبي، ده ذنب حضرتك انت اللي ما رشحتنيش. صحيح. انا مش مرشحه ما اخدش ازاي؟ انا واحده 18 سنه قايمه دوليه و22 سنه تحكيم، كاس عالم مرتين، اولمبياد، امم افريقيا، تقريبا رحت كل البطولات الافريقيه، يعني اعمل ايه تاني يعني؟ وبعدين مجتهده الحمد لله من غير مسانده ومن غير مجامله. بقالي 18 سنه، اكيد لو حد بيجاملك في سنه مش هيجاملك في السنه اللي بعديها. ولو في رئيس لجنه موجود بيجاملك لو مشي هتتكشف يعني. فانا على مدار السنين دي كلها يعني عاصرت رؤساء لجان كتير جدا، ما حدش عمل معايا ده. لان انا مجتهده من، ودي مش شهاده الجميع برضه يعني، انا ما بقولش كلام عن نفسي يعني، انا بتكلم على وقائع يعني. فانا مش موجوده في الماتشات الدوليه دي ليه؟ طيب هحاول برضو اوصل لاجابات ليا انا. تمام. انت بتتكلمي مع الكابتن عصام اكيد صح؟ بتقابليه؟ ايه المشكله؟ عنده مشكله معاكي؟ عندي انت مثلا هو انا ما عنديش مشكله مع حد على فكره. انا حتى الى الان الى اللحظه دي انا ما عنديش مشكله مع كابتن عصام في حاجه. طيب. ما عنديش مشكله مع حد. انا عندي مشكله ان انا مش واخده حقي. ما عنديش مشكله مع حد. انا بجتهد، طالما بجتهد اخد حقي. طبعا حق الرد مكفول دايما للكابتن عصام عبد الفتاح انه يخش معانا ويتكلم معانا، ولو قدرنا يا جماعه نجيب الكابتن عصام عبد الفتاح يتكلم معانا يبقى افضل. افضل ان هو يجي وجها لوجه يعمل مناظره ويقول لي غير حتى التليفون. طيب انا هسالك سؤال من غير المناظره وانه يبقى في حدث يعني. الو كابتن عصام مساء الخير، هو انا ليه مش موجوده في القائمه الدوليه؟ لا انا في القائمه الدوليه. لا عفوا، ليه مش موجوده في الماتشات الدوليه؟ ما هو ده اللي قاله، انا مش مرشحه كاس عالم.
بس كده. طب انا روحت كاس العالم مرتين. طب وليه ما ترشحتيش لكاس العالم؟ طب انا قديمه. طب ليه ما ده السؤال ده عنده مش عندي. ما انت اكيد سالتيه. ما هو ما السؤال ده عنده هو، هو كابتن عصام هو اللي المفروض يتسال وهو اللي يجاوب على ده. كابتن منى انا همشي معاكي واحده واحده. انت دلوقتي قال هو كابتن عصام حصل كذا كذا كذا، طب انت ليه اصلا ما رشحتنيش لكاس العالم لما سالتيه السؤال ده؟ ما ردش. ما ردش؟ لا ما ردش. غير الموضوع؟ لا ما ردش. ايوه انا سالته السؤال ده قدام حكمات يعني من دول شمال افريقيا كمان في بطوله ما ردش. انا يعني لان مش من الطبيعي ان انا اكون 18 سنه في قائمه دوليه مجتهده محافظه على مكاني وفي الاخر يجي فرصه ان الفيفا تدي فرصه للحكمات يحكموا ماتشات دوليه رجاله وانا الاقي نفسي ما بحكمش. ده انا بقالي 18 سنه محافظه على المستوى ده عشان اوصل لده. يعني اوصل ان انا اشارك بقى في مباريات الرجاله يعني. فلاقي ناس زمايلي اجدد مني بيشاركوا عشان دولهم واقفه جنبهم او عندهم يعني حد واقف بيساندهم وانا دولتي مش واقفه جنبي، اتحادي مش واقف معايا عشان رئيس لجنه هو مش عايز يوديني او ايا كان هو سببه ايه. فانا شايفه ان ده يعني ده مش عدل يعني. انا اصلا طول السنين دي احنا مستنيين اللحظه، مستنيين نلعب في الدوري الممتاز مثلا الرجاله، مستنيين ناخد خطوه يعني افضل من اللي انت عملتها. الفيفا دلوقتي بيساعد في ده، الفيفا بقى يشارك الحكمات في البطولات الرجاله. طب لما الفيفا بيدي ده بقى والفرصه جت انا الاقي نفسي مش موجوده ليه؟ وانت بتمثلينا يعني. يعني هو في النهايه انت هتشرفينا، يعني هنفرح احنا قوي لما نشوف. انا من 2004 في القايمه 18 سنه. هنبقى مبسوطين لما يعني نشوف بطولات رجاله عالميه. بالظبط. يعني انا اصلا طول عمري ده مستنيه عشان اللحظه دي. فلما تيجي اللحظه دي الاقي نفسي مش موجوده. طب مش موجوده ليه؟ وبعدين انا مش مقصره يعني. يعني اختبارات وبعمل اختبارات، البطولات كلها اللي انا رحتها مثلت مصر كويس جدا. ما الحمد لله ما قصرتش، ما رجعش مثلا من بطوله، لا لا بالعكس الحمد لله يعني. تقاريري مستواي في الكاف كويس جدا. حتى المسؤولين عني في الكاف علاقتي بيهم كويسه جدا. والناس بالعكس الناس بيساعدوني. لكن هنا لا ما فيش مساعده. طيب تواصلت مع حد في اتحاد الكوره؟ انا قدمت، لا ما تواصلتش، ما عرفتش اتواصل مع حد، رحت كذا مره الاتحاد بس ما عرفتش اقابل حد. فقدمت الشكوى رسمي ومستنيه رد اتحاد الكوره عليا. الشكوى فيها حاجات غير اللي انت قلتها لي ديت؟ في حاجات كتير. زي ما اقول لك 18 سنه بقى، تخيل 18 سنه دول حد عايز يضيعهم يعني منك، فلا في حاجات كتيره يعني جدا. يعني ايه ضيعوا منك؟ ما هو انت يعني حصاد ال 18 سنه انت مش عارف تاخد نتائج. تاخده. ايوه. اما يبقى في ماتشات وفي بطولات وانت ما بتشاركش فيها، انا ما بشاركش فيها ليه؟ طيب هل قررتي مثلا في لحظه من اللحظات تقولي اتوسط لحد؟ لا 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 اتوسط ليه؟ انا مجهودي، انا مجهودي ويعني ومستواي هو اللي مخلاني محافظه على نفسي. انا اقصد بتوسط لحد دي يروح للكابتن عصام يقول له هي ليه كابتن منى؟ لا لا كلمت كتير. لا انا اقصد مش هيخليك تشاركي يعني. بس انا اتكلمت كتير قوي في الموضوع ده. مش بس دلوقتي ولا السنه دي، السنه اللي فاتت اتكلمت كتير في الموضوع ده. واتكلمت مع رئيس لجنتي الاول، انا ما بحبش اتخطى اي حد يرقصني يعني. يعني انا لما بتخطى بيبقى خلاص بقى الواحد جاب اخره. انا خدت الموضوع من اوله يعني واتكلمت كتير. ما فيش اي رد، محدش عنده اجابه لاي حاجه يعني. حتى السنه دي انا السنه دي في اختبار القايمه كابتن عصام يعني انا شايفه ده، ومش انا بس، كل اللي كانوا موجودين، ان هو كان بيتعمد ان انا ما بقاش موجوده. انا كنت مصابه وكنت ماجله الاختبار عشان لغايه ما الاصابه تخف. وتحدد لي الاختبار وانا في بطوله افريقيا بتاعه الانديه هنا في مصر، كانت معموله هنا، وده مش صح. هو المفروض ان انا اعمله في شهر 12، قال لي لا هتعمليه قبل اجتماع الفيفا. لازم في شهر 11، وده انا شايفه ان ده مش، لان انا سالت في الكاف قالوا لي لا عادي انت من حقك تعمليه في شهر 12. هو اصر ان انا اعمله في الوقت ده، الوقت ده كان فيه البطوله شغاله. ومسؤولين الكاف قالوا لي خلاص اوكي احنا هنعمل لك الاختبار واحنا هنشرف عليه، ما فيش مشكله خالص، بس لازم يبقى في عربيه اسعاف مجهزه تكون بس موجوده، ده بروتوكول للاختبار. واتفقوا مع كابتن عصام على كده وقال لهم اوكي خلاص العربيه هتكون موجوده. انا رحت الاختبار الساعه 9، من 9 ل 10 انا بسخن العربيه، ما جاتش. ومسؤول الاتحاد الكاف لغى الاختبار. قال لي خلاص يا منى كده مفيش اختبار، احنا بقالنا ساعه منتظرين عربيه الاسعاف. وتخيل بقى ان انا بسخن وبعدين المدربه تقول لي طب اقعدي عشان انت كده هتبردي، وبعد شويه يقولوا العربيه جايه في الطريق، طب قومي يا منى سخني. شدت اعصاب، انا بجري لوحدي طبعا، يعني دي كانت الاعاده بتاعتي يعني مش الاعاده، انا كنت ماجله الاختبار فكنت بجري لوحدي. فتخيل شده الاعصاب اللي انت فيها يعني. طب ليه؟ يعني ده ليه التوتر وليه القلق وليه ده يحصل؟
لما اصلا الكاف قايل له، هو قايل لهم اوكي العربيه هتبقى موجوده، ازاي ما تبقاش موجوده؟ ازاي اقعد ساعه اسخن واريح واقعد وعملته تاني يوم؟ طيب انا بس حابب انوه ان احنا حاولنا نتواصل مع الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام للاتحاد المصري لكره القدم عشان يبقى ليه حق الرد، بس يعني لم يتسنى لنا الوصول ليه، وطبعا له حق الرد في اي وقت هو يعني يبقى متاح فيه. هنيدي؟ لا انا هاديه. صح، انا بحاول ايه، من ميزه الحكم الشاطر انه يكون هادي. انه يكون هادي، بس انت بتبقي هاديه في الملعب؟ اه. ما بتبقيش اجريسيف؟ لا انت مش لا من خالص. الحكام اللي اجريسيف؟ في حكام، هم الحكام نوعين، نوع بيبقى هادي وشخصيه قويه، ونوع بيبقى اجريسيف يعني اللي هو بيخوف اللعيبه. لا مش محتاجه اخوف يعني، يعني انا كحكم عندي سلطاتي، فمش محتاجه اخوفهم ولا ازعق فيهم ولا حاجه. لا عارفه اللي هو يقول لك ايه، بيسموه ايه، خوفيهم بس بصوتك، يعني اللي هو زعقي مره كده عشان ما يعترضوش كتير. في اوقات بتحتاج ان انت يعني تبقى شديد شويه، بس بس دي اوقات بسيطه، لكن في العادي لا، طول ما الحكم هادي بيقدر يسيطر على المباراه يعني. انا حاسس انه انا حاسس باحساسك بالظلم، انا مقدره جدا جدا. ومش مش عايز اعلي فيه شويه بقى، عشان كمان في وقت من الاوقات نسمع رد الكابتن عصام اللي هو من حقه يقول رده، بس انا مش هقول رايي، بس انا افهم انه البني ادم بشكل عام، مش انت يعني، البني ادم بشكل عام سي في، انجازات بالظبط، بطولات بشاركها، تراكم خبرات، فلما يبقى عندي كل دوت فانا من حقي ان انا ابقى موجوده، الا لو انت عندك تعليق عليا، فالتعليق عليا انت كمان من حقك تعرفيه، يعني ممكن طبعا. مثلا يقول لك والله لا انا اسف يا كابتن منى، مع كامل الاحترام لكل تاريخك ده، بس انا شايفك في هذه اللحظه مش مؤهله انك تحكمي كاس عالم. حقه. حقه طبعا. حقه ولا مش حقه؟ لا انا اقصد بس من حقك انت كمان تعرفي، يعني من انا مثلا من حقي اقول لك لا كابتن منى انت بقول لك مش حكم كويس، هتقولي لا ازاي ده انا كل التاريخ ده مش حكم كويس؟ مش بس ده رايي، انا مديرك، فبقول لك انا بين رئيس لجنه الحكام انا رئيسك، فبقول لك ان انت مش نافعه، بس على الاقل ده رايي هيريحك. ايوه بس حتى لو ما عجبكيش، بس هيريحك. ما ينفعش يبقى في مسؤول ومسؤول عن لجنه حكام، وعنده حكام بتمثل مصر، يعني هو المفروض مسؤول عن تمثيل مصر. صح. مش بس عننا طبعا. انت كده مسؤول ان انت تطلع احسن نماذج عندك يمثلوا مصر بره. صح. فمش معقول انت تجيب حد مسؤول عن حاجه زي كده وعن بلد كبيره زي دي هتمثله بره، ويجي يقول لك وانت سي في بتاعك كده، يقول لك بس انت غير مؤهل يعني. ما لا ما يبقى سوري، المشكله مش عندي، المشكله عندك انت. صحيح. انت فاهم قصدي ايه؟ فانا بمثل بلدي وبقالي سنين بمثل بلدي. انت كده مش بتضايقني انا، او مش بتيجي عليا، انت بتيجي على بلدي. لما يكون في بطولات مصر مش موجوده فيها، مع ان انت عندك حاجه ما تقدر ان هي تكون موجوده. صح. وما تبقاش موجوده. صح. معلش يعني ده ايه؟ يعني لا، وانا هفرح جدا لما يقولوا يعني الحكمه المصريه منى عطله، او الحكمه المصريه سين قصاد، ايوه بعدين احنا دول دلوقتي بيحكموا مباراه في افريقيا، بيحكموا في مباراه عالميه، بالظبط هبقى فرحان بالظبط جدا ومبسوط بالظبط. وبفتخر وارفع راسي للسما. فبالتالي انت بترفع راس، يعني بترفع اسم بلدك، مش صح. بس منى، هي منى هي الوسيله اللي بتخليك ترفع اسم مصر فوق، احنا منى او غيرها. بنفرح جدا لما بنلاقي حكم راجل موجود النموذج في القايمه، الكويس بالظبط. بنفرح لما بنلاقي حكم راجل في قايمه كاس العالم لو لعب مباراه، ايوه طبعا هنبقى يعني فرحانين ومبسوطين. بالظبط. لكن لما يبقى انا عندي الخامه دي او السي في ده زي ما انت قلت، وقاعد في البيت، انت طب انت مقعدني ليه؟ بعدين انا كنت ماشي كويس قبل ما انت تيجي. فين المشكله؟ كمان الكابتن عصام يعني فين السبب؟ ليه؟ لصالح مين؟ وبتجامل مين على حسابي مثلا يعني، او على حساب مصر بقى ليه؟ فهو ده السؤال هنا. انا كمان يعني عدد المباريات نفسها انا مش متساويه بعدد المباريات مع زمايلي. يعني احنا لو جبنا كده هم واخدين قد ايه، زمايلي اللي معايا في القايمه مثلا وانا قد ايه، هتلاقيني انا اقلهم، مع ان انا اكثرهم خبره واكبرهم سنا يعني، وانا اقلهم. طب ليه؟ معانا عبر الهاتف الحكم الدولي الكبير كابتن جهاد جريش، الحكم الدولي السابق. كابتن جهاد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير كريم عليك وعلى كل مشاهدينك، وبصب على منى صباح الخير عليكم. سمعت الكابتن منى بتتكلم؟ أنا سامع آخر كلام يعني، قبل كده مش سامع، ما سمعتش، ما شفتش، بس سامع آخر كلام يعني. أنا عايز أسمع رأيك. الكابتن منى زعلانة جدا إن هي ما بتاخدش فرصة في التحكيم الدولي، وإنها عندها واضح إنها في مشكلة مع الكابتن عصام، إن هو ما بيديلهاش مساحة كبيرة للتحكيم، ويعني هي بتتكلم بتأثر شديد جدا إن هي مشوار طويل 22 سنة ومش قادرة تاخد المساحة اللي تستحقها، فعايز أسمع رأيك. والله أنا رأيي في منى هيبقى مجروح، لان انا عارف منى بقى لها فتره كبيره جدا في الاتحاد الافريقي، ولها مكانه كبيره في الاتحاد الافريقي كخبرات كبيره،
وعشان يوصل مساعده زيها في الاتحاد الافريقي من مصر محتاجه سنين طويله، فكان الطبيعي ان الخبرات الكبيره ديت لما تبقى موجوده نحافظ عليها وانسانتها ونكبرها، لان في الاخر منى مش هتمثل نفسها، منى في الاخر كانت هتمثل مصر في بطولات افريقيا او ماتشات افريقيا، فكان الدعم ليها ده واجب بغض النظر مين اللي موجود، يعني بغض النظر مين المسؤول على التحكيم، يعني فده كان واجب ان يقف معاها ويساندها ويدعم ليها في الاخر انت مش بتدعمش منى، انت بتدعم مصر. ده اللي اتكلمنا فيه قبل كده كريم، والناس وهاجمنا الناس وقلنا يا جماعه لو سمحتوا كل واحد ياخد حقه عشان بلدنا وعشان اسم مصر وعشان التحكيم المصري يبقى موجود في كل المحافل الدوليه بصوره محترمه. فده اللي منى بتنادي بيه واللي انا ناديت بيه قبل كده واللي هننادي بيه بعد كده، طول ما احنا موجودين هنتكلم على التحكيم المصري وهنتكلم ان الصوره تبقى كويسه. يا جماعه دي مسؤول موجود على كرسي يراعي ربنا في اسم مصر في التحكيم الدولي. عظيم جدا. طيب انا عايز اسالك ايه رايك اصلا في فكره انه التحكيم النسائي او عنصر النسائي يبقى موجود في مباريات الدرجه الاولى مباريات الدوري الممتاز، رايك في ايه في هذا الامر؟ بص يا كريم، زي ما هو زي ما الفار بقى بالنسبه لنا دلوقتي بقى حاجه طبيعيه جدا موجوده وهيبقى موجود في كل دول العالم مش في مصر بس، ده طبيعي جاي. فالتحكيم النسائي خلاص بقى امر واقع في كل دوريات العالم، وبالذات الدول اللي بتفكر ان الحكامات بتاعتهم حكام او مساعدين يوصلوا كاس العالم ويمثلوا بلدهم في كاس عالم سيدات. فطبيعي جدا ده يبقى متواجد، لو ما كانش متواجد في المستويات الاعلى في البلد استحاله يوصل للمستوى الاعلى في البلد في افريقيا او الاتحاد الدولي. فده شئنا او ابينا، ده جاي يعني زي بالظبط الفار لما جال عندنا برضو ده شئنا او ابينا، موضوع التحكيم النسائي ده موجود وموجود بقوه، ولازم نواكب العصر عشان نوصل زي ما التحكيم الرجال عايزين نوصلهم لكاس عالم، برضو نفس الكلام في نفس الشغل برضو التحكيم النسائي والكره النسائيه برضو الناس توصل نفس المسافه ان شاء الله. طيب ليه احنا شفنا شويه انا بسالك عن رايك، يعني ليه شفنا حكام من العنصر النسائي موجودين في بعض المباريات في كاس الرابطه في كاس مصر، ليه ما بنشوفهمش بعدد كبير في الدوري الممتاز؟ ليه ما بنشوفهمش بعدد متتالي وبكثره في المباريات؟ تصورنا مع البدايه دي انه هيبقى في كثره للحكام من العنصر النسائي، ليه تحس انه الموضوع كان يعني مره ولا مرتين وخلاص ما بنشوفش تاني؟ هو بس الوضع في الحالي في الدوري المصري صعب يا كريم، كلام منتهى الامانه صعب، لان في اخطاء تحكيميه موجوده في فرق بتشتكي كتير، ففي اخطاء تحكيميه موجوده، فصعب انت بتتكلم على حكم صغير بتطلعه ممكن تخلص عليه في ماتش من ماتشات الدوري الممتاز، بالذات لو اخترت له الماتش مش المناسب. زي هتكلم على سبيل المثال ماتش ايستر كومباني وسيراميكا، ما ينفعش تحط فيه حكم صغير، حكم صاعد واعد، اي نعم حكم صغير وكويس و26 سنه، بس بتتكلم في نوعيات ماتشات ما ينفعش تحط فيها حكم صغير. فبنتكلم ان عشان في الوقت ده تدي فرصه لحكمه او حكمه مساعده في الدوري الممتاز هيبقى صعب جدا. كاس الرابطه كانت هي معلش يا كابتن جاد، معلش انا اقطعك، انا اتفهم فكره حكم صغير او حكم لسه صاعد انه ما ياخدش عشان الخبرات والموضوع بتاع الضغوط الجماهيريه وضغوط المباريات تاثر عليه، لكن لو حكم من العنصر النسائي له خبره في المباريات خبره طويله ليه ما يلعبش؟ يعني هو في النهايه هيبقى هو بينفذ القانون اللي بينفذه الراجل مع الفار اللي بيساعد الراجل والامور هي واحده يعني. لا ما هو انا احنا بنتكلم على 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 الثقافه المصريه وعلى رد الفعل اللي هيبقى موجود في دوري محتدم في دوري ماتشات مهمه في ماتشات النقطه تفرق. فهو طبعا ان انت تاخد الجرأه كلجنه حكام تدي لحكم او مساعد حكم نسائي حتى لو عنده خبرات في الوقت ده هيبقى صعب، بالذات ان في مشاكل حاصله في الماتشات، في فرق بتشتكي، ففي المشاكل دي بتخليك غصب عنك تقلق، فبالتالي ترجع لورا خطوتين. ده كنت انت اديت فرصه في كاس الرابطه كبطوله وديه اول مره تتعمل وكده، فصعب قوي تعملها في ماتشات دوري ممتاز في الوقت ده. لكن هو المفروض الطبيعي يبقى موجود في فرصه موجوده، والعنصر الانساني يبقى موجود في الدوري الممتاز بطبيعه الحال. لو الدنيا ماشيه بثبات والتحكيم ماشي كويس هتلاقي الموضوع ده موجود، وهتلاقي في فرص تتاخد سواء حكام او مساعدات مصريات يعني. طيب عايز استغل تواجدك معايا ولحد ما تبقى ضيف كريم عليا هنا في البرنامج، اسالك ايه اكتر الحالات اللي لفتت نظرك الاسبوع ده؟
الاسبوع ده الماتش الاساسي بالنسبه لي، انا كمان النهارده ماتش الاهلي حللته، فما فيش مشكله في التحكيم، فمفيش حاجه مؤثره في ماتش الاهلي. لكن الماتش الاساسي اللي انا فعلا يعني مش لاقي مبرر للتحكيم فيه هو ماتش ايستر كومباني وسيراميكا. ثلاث ركلات جزاء، واحده تم احتسابها وده صح، قرار صحيح جدا من الحكم لايستر كومباني، وتم اعادتها برضه بقرار من الفار وقرار موفق جدا بالاعاده، لان حارس المرمى في لحظه لمس الكره الاولى رجلي الاثنين فركت خط المرمى، وبالتالي القرار كان مظبوط في ركله الجزاء لايستر كومباني، والاعاده كانت قرار مظبوط، ودي بنشيد بيها الحكم صغير حكم 26 سنه من اسيوط، خامه كويسه جدا وخامه يعني مبشره جدا ومش عايزين نقصوا عليه. لكن خطأين في ماتش ركلتين جزاء والفار للاسف ما تدخلش فيهم، واحده لمسه يد باينه جدا واضحه جدا واحتجاج غير طبيعي من اللعيبه، كان لازم الفار اللي موجود معاه بخبرات الفار اللي موجود مع بمتلع عبد العزيز السيد على ما اتذكر هو كان فار الماتش دوت، فكان لازم يتدخل عبد العزيز وينقذ الحكم الصغير اللي بيحكم ماتش كبير زي ده، وكان ينقذه بالقرار. الحاله الثانيه الثالثه ركله جزاء برضه لم تحتسب لسيراميكا، يعني ركلتين جزاء لسيراميكا في نفس المباراه في الدقيقه 93 والوقت محتدم والجو كان صعب جدا في الماتش، ولاعب يصعد او يقفز على الخصم ويحط ايده بالكامل على كتفه ويطلع للدور الرابع وساند على الخصم والكره في نفس المكان بيلعب الكره بهده، فاللعبه سهله على اي حكم، لكن ضغوط الماتش واللي حصل مع الحكم، حكم صغير وخبرات قليله، ما احتسبش، والحاجات الغير طبيعيه كانت حصل في اللقطه، وللاسف برضه الفار ما اتدخلش فيه، فاكيد كان عامل استفهام كبيره جدا في الماتش ده، ازاي لقطتين زي دولت يؤثروا على نتيجه ماتش وركلتين جزاء لما يتم احتسابهم لسيراميكا كليوباترا، وسيراميكا على فكره 12 بونت والفريق الثالث من تحت المقاولين 8 بونت، فماتش مهم، وايستر كومباني الفريق الثاني من تحت برضه في منافسه كبيره جدا على موضوع الهبوط، فعندنا منطقتين صعب قوي حكم صغير يتحط فيهم لوجيك كده، المنطقه اللي تحت الناس اللي بتصارح هبوط والمنطقه اللي فوق اللي بتنافس على الدوري، فده صعب جدا نديها لحكم صغير، حكم صاعد واعد، وانا اقول لحضرتك ان كل الامكانيات، شفت الماتش بالكامل، حكم تحركات كويسه، لياقه كويسه، حكم يعني من الحكام اللي ممكن نبنيها كحكم دوري في المستقبل يعني، لكن اتحط في موقف صعب وماتش صعب، كان عليه علامات استفهام كبيره الماتش دوت، وان شاء الله ما تكررش في الماتشات الجايه ان شاء الله. كابتن جهاد جريشه الحكم الدولي السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، بس عايز اقول حاجه صغيره ملهاش علاقه باي حاجه، فكره اللي دايما يتحط ايه الثقافه المصريه، الثقافه المصريه تحترم المراه، الثقافه المصريه بشكل واقعي اكتر اصبح عندها تطور عظيم جدا في التعامل مع المراه في كل المجالات، احنا شايفين الوضع في البلد كله الرئيس نفسه بالظبط كده بيدعم المراه يعني، فاللي هو انا اصلا ببقى دايما يعني ايه ضد فكره انه اصل الناس عايزه رجاله هي اللي تتحكم، اصل الناس عايزه رجاله هي اللي تشتغل، اصل الناس دي خلصت خلاص، دي مش موجوده اصلا يا جماعه، يعني مش موجوده واقعيه، مش بنقول كلام تلفزيون، والله هي مش موجوده واقعيه، في كل الاشغال احنا لما لعبنا الماتش مفيش اي حاجه حصل، بالعكس الماتش كان سهل جدا ومفيش اي حاجه، واللعيبه والجهاز الفني ما حدش اعترض، وانت تقيمنا على مستوى مش جنسي، يعني انا بقى راجل ست مالكش دعوه بيا، انا انت تقيمني على المستوى اللي انا بقدمه بالظبط، ففكره انه اصله الدوري سخن دلوقتي وفي اثاره وفي حماس والناس بتزعل والناس بتتضايق، ليه وحتى لو هو لو حتى الكلام ده تمام، هنيجي في اخر الدوري في ماتشات اوكي خلاص النتيجه بتاعتها حتى محسومه يعني، فانا لو عايز ادفع بالعنصر النسائي اللي عندي هدفع بيه في الماتشات في نهايه الدوري، انا معلش انا هعلق عليك، انا اقول رايي في القصه دي، انا لو مسؤول تمام عن تحكيم او خلافه تمام واخد قراري ان انا احط العنصر النسائي هتحمل كل الضغوط، زي ما بتحمل مثلا ضغوط ان انا بلاعب حكام صغيرين لسه طالعين، زي ما انا بتحمل ضغوط ان الحكم الكبير لما بيغلط انا بتحمل الضغوط، فانا لو انا مسؤول لا انا مش هقعد بقى افكر اصل النادي هيجي يقول لي اشمعنى انا جبت لي عنصر نسائي وهنا، خصوصا ان انت لو عندك عنصر نسائي على نفس المستوى او يمكن اعلى يعني انا البطولات اللي رحتها ممكن في حكام دوليين زمايلي ما راحوهاش، صحيح، انت لو عندك عنصر نسائي على نفس المستوى ده طب ليه لا، يعني ليه لا ما احطوش يعني، هو اجتهاده والسي في بتاعه يأهله لده، مش هقول بقى عشان هي يعني بنت او سيده ما ينفعش ان هي تلعب يعني. طيب هرجع تاني للنقطه اللي انت كنت بتتكلمي فيها من شويه، انت مقدمه شكوى لاتحاد الكوره ضد كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام، وبكرر تاني ان احنا حاولنا نتواصل مع الكابتن عصام عبد الفتاح عشان حق الرد ولم نستطع التواصل معه، الشكوى اللي انت مقدماها للاتحاد المصري لكره القدم دي مستنيه منها ايه؟
مستنيه الاتحاد بتاعي يساندني. يعني انا كمونة عطله انا بمثل بلدي بقالي 18 سنه بمثل مصر، ما قصرتش ومحدش جاملني في حاجه. فانا عايزه الاتحاد يساندني يقول لي انا ليه مش موجوده، انا ليه بيحصل معايا كده. يعني انا لما جيت قبل كده سالت كابتن عصام انا ماتشات الدوليه انا ليه مش موجوده زي زمايلي، يعني هم مثلا بياخدوا عدد ماتشات اكتر مني، انا ليه مع ان انا اكتر خبره واقدم. قال لي اصل مش انا اللي بحط الماتشات اللي بتحطها المسؤوله عنكم في الكاف. لما بعت سالتها، هي كانت زميله ليا، كانت معايا اصلا في كاس عالم 2016. لما بعت سالتها قالت لي لا مش انا، هو كابتن عصام رئيس الزون هو اللي بيحط. وعندي المسج بتاعتها، انا ما بقتش فاهمه، بكلمه هو يقول لي مش انا اللي بحط، هي قال لي هي لما كلمتها هي بعتت لي المسج قالت لي لا مش انا، رئيس الزون بتاعك هو اللي بيحط. انا مش فاهمه، فانا بناش بقى الاتحاد. طب انتوا الاتحاد بتاعي بقى يعني اوكي، اعرفوا لي المشكله فين وقولوا لي انا ما عنديش مشكله. اعرفوا لي انا يعني المشكله فين عندي، او المشكله فين مين اللي بيحط ماتشات، ومفروض ان انتوا تساندوني. ده اعتقد ان ده واجب يعني عليهم ان هم يقفوا معايا. كابتن عصام حتى لو هو ما بيحطش الماتشات وهو مسؤول، وانا المفروض ان يعني عنده حكمه دوليه بقالي سنين، المفروض انه يساعدني برضه. المفروض ان هو يشوف انا ليه ما باخدش عدد الماتشات مثلا المناسب اللي استحقه. صحيح، المفروض يعني هو يساندني. هو ما بيساندش. طب حضرتك موجود في مكان المفروض ان انت تساندني كمصري يعني قبل اي حاجه، وكمسؤول وكزميل، لان انا لعبت مع كابتن عصام عبد الفتاح وهو حكم. يعني هو كان زميل ليا قبل ما يكون رئيس لجنه. فكل السنين دي والخبرات دي هو معلش يعني هو ما احترمهاش. انت لا انت بتساعدني ولا انت حتى بتقول لي اعمل ايه. يعني انا ما سالتك قلت لي لا هي المسؤوله عنكم في الكاف اللي بتحط. طب انت شايفني متضرره من حاجه، حضرتك لو في ايدك تساعدني المفروض هتساعدني. ما بتساعدنيش. اما اسالها تقول لي لا هو اللي بيحط. طيب انا بقى رحت لاتحاد الكوره قدمت لهم شكوى، يا جماعه انا عايزه مسانده اتحاد الكوره يقول لي المشكله فين. حقك بس كابتن منى عطا الله، شرفتيني ونورتيني. ميرسي، ربنا يعني يخليك. انا كان في دماغي ان الحوار هيبقى بتبقي مستمتعه اكتر ومبسوطه اكتر، بس انا شفت طبعا لا يعني انا اقصد شفت ان انت متضايقه، شفت ان انت متضايقه ان شاء الله. بس عارف ان انت يبقى عندك عمر بحاله في مجال التحكيم طبعًا. انا التحكيم ما بقاش بس ان هي يعني مهنه بقى ولا ان انا حكم بس، لا ده حياتي، ده بقى حب يعني. صحيح. احنا عشره بقى، وبعدين يعني سنين طويله في المجال، فخلاص انا حبيته يعني. فانت لما تيجي حاجه بتحبها قوي وتلاقي ان انت يعني بتظلم فيها ومش عارف اصلا ليه، وانت بتجتهد يعني بتعمل اللي عليك، ودايما يعني هو دايما كابتن عصام حتى يقول لي اجتهدوا وانتوا يعني تاخدوا حقكم. طب ما انا بجتهد بقالي سنين ما خدتش حقي ليه يعني. فتحس ان هو الكلام بيتقال غير الواقع اللي بيتعمل يعني، فاهمني. كابتن منى عطله بشكرك شكرا جزيلا، شرفتيني ونورتيني. بشكرك شكرا جزيلا الحكم الدولي كابتن منى عطله. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، كلام كتير عن الاسماعيلي وحال الاسماعيلي، حال الاسماعيلي اللي مش راضي يتحسن، حال الاسماعيلي اللي مش راضي يروح لحتنا نتوقعها منه كما اعتدنا الاسماعيلي على مدار سنوات. ضيفنا بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن احمد فكري الصغير نجم نادي الاسماعيلي الاسبق، خليكم معانا.